بالنسبه للماده اللي تتعلق ب ب 5000 اورو يعني احقيه المسافر انه ياخذ معاه 5000 اورو بالمناسبه هي 5000 اورو يعني اللي ما تجوزش على اللي ما تجوزش على ما تكونش مش مبرره بوثائق بنكيه هذا ما كان اما لما تكون تبرر بوثائق بنكيه يعني في المجال المسموح حتى ل 7500 اورو بالنسبه للوثائق اللي غير مبرره كان فيه مطلب من النواب المرحله الفتره الجايه وصوتوا كانت مادة قانونية وصار فيها خلاف ونقاش كبير في القانون المالي السابق أنه رفعوها ل 5000 أورو الآن الحكومة جات بتعديل أنها رجعت للمادة الأصلية اللي كانت في القانون المالي 2019 اللي هو 1000 أورو الآن النواب رأوا أنهم يسقطوها لأنه يسقطوا هذه المادة ومشاوا مع خيار أنه تمشي 5000 أورو لاعتبارات كثيرة المواطن الجزائري يعني من العيب إلى الآن ما زال نعتبر أنه يهان لما يسلم له مبلغ 100 أورو ليذهب به حتى لا يبيت بليلة واحدة في دولة عربية فما بالك بدول أخرى إضافة إلى أن المبلغ الذي يسمح له بإخراجه هو 1000 دينار في حين أن قانون 1000 أورو عفوا في حين أن في قانون المالية سمح له بإخراج 5000 أورو لأننا نعلم بأن هذه الأموال يأخذها المرضى ويأخذها الطلبة وبالتالي على الأقل يعيش عيشا كريما لما يذهب إلى الخارج ولا يهان بهذه الصورة.